علي انتقام شايل ايه؟ ولا خاطب صنايعي؟ يا عمر اي حاجه سخنه؟ موتلك. شكرا قوي، شكرا. ما بقول لك ما ده التلج اللي احنا قاعدين فيه ده مش رافض. الفكرة مفرقتش كام خطوة دول؟ قولي لنفسك، ولا انت خايفة من سحري وجاذبيتي، ولا بتخافي من الناس عموما؟ لا يا اخويا ما بخافش من الناس، بخاف من الشيطان اللي جواهم. والشيطان ده بقى اللي مخليكي تحركي في قلب الافراح الشعبية؟ يا بنتي الاماكن دي مش شبهي. يعني ايه مش شبهي؟ انا بحب الاغاني الشعبي وبحب اغني شعبي بصراحة، بقى بتاكل عيش جامد، بتجيب فلوس. وانت ايه اللي لهفك على الفلوس؟ هقول لك من غير ما تضحك ولا تستظرف. ما انت ما تقوليش حاجه بتضحك وتقولي لي ما تستظرفش. يا عم انجز بقى. ماشي. قول اقسم. ايه ده؟ احلف يعني. اوعدك. انا عايزه اعمل عمليه تجميل. ايه ده؟ هو انت مش عامله اصلا؟ خدي خدي والله العظيم. همشي على فكره. بهزر معاكي باين جدا انا بهزر، ايه ده؟ انت اصلا زي القمر مش محتاجه اي حاجه. مناخيري. مالها مناخيري؟ بص. مالها في ايه؟ هي مناخير عاديه في نص وشك ايه فتحتين في ايه؟ بص هنا وهنا فاهم، الحتتين دول محتاجين يتشدوا كده، والحته دي محتاجه تتكسر عشان تبقى ستريت. هرش تكسري مناخيرك يا عليا؟ انت ملاكم؟ والله يا عليا احلى حاجه فيكي مناخيرك. انا مش بحبك انت، انا بحب مناخيرك بجد. على فكره هي حاجات بنات يعني، انت مش هتفهم فيها، بس انا لما اعملها هتاخد بالك، هتعرف ان انا كان عندي حق. طب ما تيجي نخش في الدفا وعامل لك عشا رومانسي، شموع، مزيكا هاديه، طلع الشياطين اللي جوانا. ولا ما انت كنت ماشي كويس، بتبوظ الجمله ليه؟ ها؟ انت عارفه يا عليا ايه اللي عايز عمليه تجميل؟ لسانك محتاج يقل بتاع 30 متر. لذيذ قوي. طب بجد بقى من غير هزار المره دي، بمناسبه يعني ان احنا مخطوبين خطوبه تجربه، وانت قلت جربيني وانا جربت. طب وايه رايك؟ هو بغض النظر عن يعني علاقتك الغريبه بسهام، بس قشطه يعني شغال. يعني حبيتيني وبتموتي فيا؟ لا يا خفيف. بس بدات اشوف فيك حاجات لذوذه كده. ايه بقى؟ كلميني عني شويه. يعني جدع، ليك كام حركه جدعانه كده، مثلا مع امجد، وانك وصلتني الفرح، وانك انقذت العريس كده. بصراحة شكلك مش بطال يعني، مش وحش. مش محتاج عملية تجميل يعني؟ لا. عارف ايه اللي مصبرني عليك كل ده؟ انك بتضحكني. طب طالما مش عايزة تخش جوه، تعالي نخرج بره نتعشى عشا رومانسي، وتقعدي بقى تكلميني عن شخصيتي، وانا اقول لك نكت واضحكك. هو انت ليه جاي في الوقت الغلط؟ انا نفسي في القعدة دي من زمان، بس انا مش عارف اكل دلوقتي. ليه؟ اصل انا متوتره قوي، وانا متوتره مش بعرف اكل. برضه يا يوسف؟ عايز يا مودي، انا عايز افهم العجل اللي قاعد بياكل بره دلوقتي ده عايش ليه لحد دلوقتي، وازاي ما خلصتش عليه زي ما اتفقنا يا يوسف؟ المرة دي مطلوب قتل سهم عز الرجال. ما انت عارف يا صاحبي ان انا ما بقتلش نسوان، وانت غريب عني. انت فاهم غلط. سهام يا سيدي اهو، هو اسمه كده. هو ده سهام؟ هنعمل ايه بقى؟ الجيل الجديد. عايزك تشد حيلك يا يوسف وتخلص العملية دي بسرعة وتنجز، عشان هنقفش من قرشين حلوين. لا سيب ناخد وقت عشان الشغل يطلع مظبوط. امتى وازاي دي بتاعتي انا وبتاعتي لوحدي. انا مش فاهم ازاي في ناس عايزة تقتل عيل زي ده، ده عيل اهبل. نعم يا اخويا اهبل؟ ده انت الاهبل. انت ما تعرفش ده بيعمل ايه. هيكون بيعمل ايه يعني؟ بيعمل بلاوي سودا. اسكت يا يوسف، مش قادر اقول لك، ربنا ستار. وبعدين انت بتسال ليه يا يوسف؟ هنتدخل في قدر ربنا يا اخي.
وبعدين يا عم احنا بنقبض وبيطلب مننا وبناخد فلوسنا. مش عارف انت هتشككني فيك ليه؟ ايه اللي جرى لك يا يوسف؟ انت بقالك اسبوعين. معلش اديني مهلة كمان اسبوعين عشان ترتيباتي اتلخبطت، مش عايز ولا غلطة تحصل. قدامك اسبوعين من دلوقتي يا تعالجني يا اما اقتلك. مهله الاسبوعين لسه قدامها بكره وبعده، ما تقلقش هخلص. ماشي يا جو. تعالى يا حبيبتي، مالك مكلمه كده ليه؟ في ايه؟ في ايه يا علي؟ ما تقولي لي يا بنتي في ايه؟ الله، انت هتفضلي بقى على ساكته كده؟ والله وانا فرق معاك اصلا؟ ما انت جاي لي انت حتى بترجع التليفون. انا اسف والله، امبارح كان عندي شغل كتير جدا، روحت نمت على نفسي عشان كده ما كلمتكيش. مش فرق معايا اصلا. يعني الزعل ده كله عشان ما كلمتكيش امبارح؟ لا، في حاجه وفي موضوع، وموضوع كبير كمان. في ايه؟ مفيش. لا في مفيش مسرحيه. يعني ايه مفيش مسرحيه؟ امجد مشاني من المسرحيه وهيخلي مريم هي اللي تعمل دور البطولة. يعني عيل مدعي الفن زي الواد دوت هو اللي عامل فيك كل ده؟ طب ايه رأيك بقى وحياتك عندي انت اللي هتعملي الدور؟ ازاي ده؟ ده مشاني قدام الناس كلها في المسرح، وانت عارف ان الأرض النهارده، وانا مستنيه اليوم ده بقالي كتير قوي. لا 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 يا عالية، ما تعيطيش يا حبيبتي، مش عايزك تعيط خالص. انا عايزك حلوة كده وزي القمر ورايقة عشان تبقي زي الفل في المسرحية. انا وعدتك. استاذ امجد. استاذ يوسف، لا والنبي والله العظيم افهمني، انا لما مشيت علي انا كان قصدي. والنبي ما تخافش، انا جاي لك يا استاذ بنهاوي عشان نصفي اللي ما بيننا. بس تمام. ايه ده؟ مش حاجه. تمام تعالى استاذ، مش هتاخرني. لا لا لا، يلا محمود. تحت امرك يا استاذ يوسف. انا اديتك فرصه عمرك النهارده، عايزك تمسك في الفرصه دي بايدك واسنانك. تقلقش يا استاذ، عمري ما اضيعها طبعا. مش محتاج اوصيك، زي ما امجد قال لك في التليفون، علي اهم واحده في العرض. بالظبط كده، باقي نص ساعه، يلا عشان تروح تجهز. اوامر يا استاذ. يلا يا جماعه بسرعه. يوسف انا مش فاهمه حاجه. امجد كلمني وقال لي ان محدش هيعمل الدور غيري. انا خايفه، انا مش فاهمه حاجه خالص وخايفه قوي. اهدي، ما تتوتريش، النهارده العرض ولازم تطلعي حلوه. وبعدين انا مش وعدتك، قلت لك انت اللي هتعملي الدور. يلا بقى عشان عيلتك كلها جت وابوك هيفضحنا من الزهق. لا خلاص هجهز. دايلي. لا انا فاهم كل حاجه. اهدى يا سهام، ما تقلقش. انا خلاص قررت اني مش هقتلك. انت انسان طيب، ما تستاهلش القتل. ما انت ما قتلتنيش، بس انا اللي قتلتك يا يوسف. ايه؟ قتلتني ازاي؟ حطيت لك ميثادون في النسكافيه، وده ثمن حبوب منه يقتلوا فيه. يلا معايا بسرعه المستشفى يا يوسف، اعمل لك غسيل معده. انت بتسمني يا سام؟ بتسمني يا خاين؟ يعني انا اموت على ايد سام؟ اشرب نسكافيه. اشرب. لا مش عايز. اشرب النسكافيه يالا، اشرب. بس انا ما بحبش اشرب مطرح حد، موتني بالمسدس. انت هتموت بنفس الطريقه اللي قتلتني بيها. اشرب. لا مش هشرب. وانا مش هديها لك في دماغك.
احنا ماشيين حلو. الطلق خلص. معاك حاجة؟ تعال. يا سهام بتوقف اللعب ليه كل شوية؟ أنا عايز طلق. طلق خلص. التلاتة بشيلن. تجلي عليا عشان محتاج؟ توتو على كبوته. موافق. اديني بشيلن. ايه ده؟ انا عايز طلق احمر. ده في بوشنكي. تمام. خد لك ساتر بقى. خلي بالك من نفسك يا صاحبي. وانت كمان يا صاحبي. عايز تقتلني انا؟ اديني قتلت. انت قتلتني لكن شبحي هيطردك. ولك ما أراد الحرب الحرب الحرب. يا أستاذ يوسف، شيف يوسف أنت هنا؟ أنا بس كنت نسيت التليفون وراجع أخده. لا 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 لا. استاذ مودي الحقني والنبي انت فين؟ الشيف يوسف بيضرب على نار والنبي يا استاذ مودي. يوسف مودي. ده ايه الصوت ده؟ انا يوسف. صوتك عامل كده ليه يا يوسف؟ مودي انت فين يا ابني؟ انا هنا. الله يخرب بيتك، هنا فين يا يوسف؟ الله دودي. يا يوسف انت مودي. الله يخرب بيتك، خضتني يا يوسف. جرالك الله، مال صوتك عامل كده ليه يا يوسف؟ وحشتني يا مودي. وحشتني يا يوسف. ازيك يا علي؟ مين اللي فتح لك الباب؟ عم ممكن افهم انت امتى هتبطل بقى ما تردش على التليفون؟ ما ردش على التليفون ايه؟ ما احنا كنا امبارح مع بعض في المستشفى. يوسف انا طول الليل بحاول اكلمك عشان اطمن عليك وانت مش بترد عليا. انا اسف والله، انا نمت على نفسي من كتر التعب. انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا عملت لك ايه عشان تعمل فيا كده؟ اعمل ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ هو في انت هتستعبط؟ سهام قال لي على كل حاجه على فكره. نعم. سهام قال لك ايه بالظبط؟ كل حاجه. قال لي انك عايز تسيبني وان انا زنانه وان مناخيري كبيره. الحمد لله. هيحصل ايه يعني لما تقولي كل ده في وشي؟ هو انتوا ليه كلكم كده؟ يعني انا عملت لك عشان تعمل فيا كده؟ ما تهدي يا عليا، في ايه؟ ما حصلش حاجه. انت مقفوره كده ليه؟ ما حصلش. امال سهيم هيقول كده ليه؟ من المستشفى اللي حصل له من شويه برضه، وتلاقيه متوتر. يعني انت ما كنتش عايز تسيبني وما تردش عليا تاني؟ اسيبك ازاي يا عليا؟ بصي في وشي كده، انا يوسف، انا عندكم في البيت. بجد؟ انا اسفه يا يوسف. أنا بس ما تخيلتش نفسي من غيرك. للدرجة دي؟ للدرجة دي. يوسف أنا بحبك. أنا كمان بحبك. وأنت يا إما تمثيلك اتحسن يا إما بقى بدأت تحبني بجد. لا تمثيلي اتحسن. يبقى خدني اشتغل معاكم في المسرح. ايه ده؟ في ايه؟ ايه في ايه؟ مفيش حاجة. ايه اللي مفيش حاجة؟ هو انا ممكن اعرف هو انت ليه قلت لي ان يوسف عايز يسيبني؟ ما هو اللي قال كده. هو قال لك حاجة غير كده ولا ايه؟ احنا لازم نمشي دلوقتي بسرعة جدا. بعد اذنك يا عليا، يلا يلا. لا هو انا لازم افهم. بعدين افهمك بعدين. يلا يلا. تعالي تعالي يا حبيبتي. تعالي نورتي. ايه ده؟ هو اللي انا شايفه ده بجد ولا ايه؟ ايوه يا سيسو بجد، بس طبعا لولا طنط جت لي لحد عندي البيت ومجيتها فوق راسي انا كان لا يمكن ابدا ارجع لك بعد اللي انت عملته. يلا يلا حبيبي، خش خد مراتك، اتكلموا وصالحها، وعلى الله على الله تخرج وتقول لي انها مش راضيه. لا يا طنط، يعني ما تكسفنيش بقى،
مش معقول طبعا يا سيسو هنتكلم كده قدام الناس. ليه عادي، ده كلام نتكلمه قدام اي حد. اما انت بقى يا ماما فربنا يخليكي لينا، نورت البيت يا حلوه. دكتور سهام، احنا لو ما مشيناش دلوقتي مش هيحصل كويس وانت عارف. اه صحيح، احنا لازم نتحرك، في الحركه بركه فعلا. اما انت بقى لما ارجع هنتكلم، نتكلم هو بس. احنا بنعمل حاجه غير بنتكلم؟ معلش يلا يا يوسف. شايفه يا طنط؟ والله العظيم لا اتطلق. ايت انا زهقت منك. على فكره انت فاهمه غلط. فاهمه غلط ايه؟ انك متجوز ومخلف وكمان صاحبك لسه عايش؟ دي ما لهاش علاقه بدي. انا شكلي استلمت جثه غلط في المستشفى. لا اله الا الله، يا ترى دفنت مين دلوقتي؟ ده زمان اهله قلبين عليه الدنيا. عموما حصل خير، الحمد لله على السلامة يا يوسف، نورت بيتك يا سيد المعلمين. أستاذ وسام، هو احنا لما اسم الدكتور سهام. دكتور سهام، لما كنا في المستشفى هو حضرتك سبتني ومشيت، رحت فين؟ سبته؟ مال كنت بتعيط على مين؟ يا جماعة يا جماعة، أنا استلمت جثة غلط قلتلكوا. شفتي بقى إن يوسف كان في المستشفى وأنتِ ظلمتيني؟ لا والله. يوسف مين؟ أنا ما اسميش يوسف، أنا عبد الرحمن، عبد الرحمن حسين سليمان. لا ثانية واحدة كده، ايه موضوع عبد الرحمن ده يا يوسف؟ مالك يا علي، هيكون ايه موضوع عبد الرحمن يعني؟ تحويره من تحويراتهم، بيكذبوا عشان يغطوا بقى على فكره متجوز ومخلف. لكن انا هتعب نفسي ليه؟ انا هنزل بنفسي اروح المستشفى واجيب قرار الموضوع ده. عاجبك كده؟ عاجبني ايه؟ انا مش فاكر حاجه. هو ايه يا سهام؟ هو ليه طريقته كده؟ تحس كده انه مش عارفنا. اصل هو يا ماما فقد الذاكره في الحادثه. والله؟ وانت عرفت منين بقى ان هو فقد الذاكره؟ هو مش كان ميت؟ لا، ما هو اصل هو يوسف، يوسف كان وشه شاحب كده وقاعد مهموم وعينيه مغربه، فكل دي علامات فقدان الذاكره. ده الاستنتاج بتاعي يعني. بص لي كده يا ابني، هو انت فعلا مش فاكرنا خالص؟ والله حضرتك انا ما اعرفكم. طب طالما انت يا بودا بقى مش عارفنا، ممكن تقول لي ازاي عرفت تيجي للبيت هنا؟ من المستشفى، في المستشفى قالوا لي العنوان بتاعك، رحت لك على الشقه بتاعتك، البواب قال لي مش موجود، واداني العنوان بتاع والدتك، فجيت على هنا. يا عيني، ده شكله مش فاكر حاجه فعلا. لا فاكر، انا عايز اعرف ماما ومراتي فين. مراتك؟ هو انت متجوز؟ هو مين حضرتك؟ هو انت مش فاكر حاجه خالص؟ انا علي خطيبتك. خطيبتي ازاي؟ انا متجوز ومراتي حامل. طب وطالما مراتك حامل بقى ما رحتلهاش ليه؟ رحتلها، رحت الشقه ما لقيتهاش، والمصيبه لقيتني بايع الشقه من 6 سنين. رحت الشقه عند ماما ما لقيتهاش برضه. رحت المطعم بتاعي في المهندسين لقيته بقى جاليري. انا في 9 سنين من حياتي ما اعرفش حصل فيهم ايه. انا ضعت، انا ما بقاش ليه اهل. احنا كلنا عيلتك، ودي عاليه خطيبتك، هتفضل معانا هنا لحد ما ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. يقعد فين يا ماما؟ جرى يا سهام، هيقعد معانا هنا، هيقعد معاك في اوضتك. وانت مش قلت ان هو ميت؟ وانا كنت مت وصحيت. يعني انا عارفه ان هي مش مقاسك، بس قلت حاجه تنام بيها. لا تمام، كويس. ايوه حلو عليك قوي. انا متشكر قوي انسه عليها.